السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، سنحكي لكم اليوم قصة جديدة من قصص العرب ونوادرهم. أبو نواس شاعر عباسي، كان مشهورا بالفسق والمجون وشرب الخمر، حتى لقب بشاعر الخمر. من أشعاره يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، وطهبنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للذي سكروا، لكنه قال ويل للمصلين. فأراد الخليفة هارون الرشيد ضرب عنقه لأشعاره الماجنة، فقال: يا أمير المؤمنين، الشعراء يقولون ما لا يفعلون. فعفى عنه. ولما مات لم يرد الإمام الشافعي رحمه الله أن يصلي عليه، وعندما غسل وجد بملابسه هذه الأبيات: يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عطفك ثم إني مسلم. فلما قرأها الإمام الشافعي بكى بكاء شديدا، وقام للصلاة عليه وجميع من حضر من المسلمين. شكرا لاستماعكم، انتظرونا في قصة جديدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.